السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الخامس يلا يا حبايبي بدنا نرجع نبلش في كتاب الرياضيات الصف الخامس الفصل الاول كتاب كثير سهل كثير بسيط ولا اسهل من رياضيات الصف الخامس تمام يلا يا حبايبي كنا متحمسين بدايه الفصل الجديد يلا نجيب الدفاتر اهم شيء ونجيب الكتاب وخلينا نبلش في الرياضيات مع بعضنا البعض طيب بدنا ايش الدرس الاول نبلش فيه إيه؟ في العدد الاولي طيب يلا يا حبايبي بدنا نبلش في العدد الاولي وناخذ ايش ابطال النشاط الاول مع بعض يلا نيجي نطلع النشاط الاول يلا اطلعوا معي كثير سهل وكثير بسيط الدرس صار طبعا يا حبايبي شو بدنا نكون عارفين قبل ما نبلش بدنا نكون حافظين ايه جدول ايش جدول الضرب بدنا نكون شو يا حبايبي جدول الضرب ايش حافظينه والقسمه كمان شو مالي يا حبايبي بدنا نكون ايش حافظين هالقسمه الضرب والقسمه بدنا نكون حافظينها بالمية طيب مش حافظهم راح نراجع فيهم ما تخاف بس انت ايش لازم تراجعهم تمام لاني انا مش راح اشرح انك حافظهم طيب نيجي نطلع لكل فرد حريه التنقل داخل بلده ذهب طلاب الصف الخامس الاساسي في مدرسه الشهيد ابو عمار في رحله الى بنياس حيث ركب جميع الطلاب في اربع قوارب كل سبعه منهم في قارب فمعدد عدد الطلاب تعالوا يا حبايبي قال لك أربع قوارب هاي قارب وهي كمان قارب وهي كمان قارب وهي كمان قارب تمام في كل واحد قد ايه في سبع طلاب سبع طلاب سبع طلاب سبع طلاب فعطول قد ايه عدد الطلاب بنقول سبعة ضرب ايش ضرب أربعة يلا سبعة ضرب أربعة تذكروا قد ايش سبعة ضرب أربعة ثمانية وعش ثمانية وعشرين طالب طيب اكتب من جملة الضرب السابقة جملتي قسمة كيف يعني؟ يعني حولها ايش؟ لقسمة يا حبايبي من جملة الضرب هاي يلا شو بقدر اسوي؟ بقدر اقول 28 تقسيم 7 شو يساوي حبايبي؟ يلا شو العدد اللي بضربه في 7 بيعطيني 28؟ يلا باجي بفكر شو العدد اللي بضربه في 7 بيعطيني 28؟ راح تقول لي الار الاربعة صح؟ طيب او بدي ايش؟ 28 تقسيم أربعة يا حبايبي شو بعطيني شو العدد بضربه في أربعة بعطيني ثمانية وعشرين راح تقول لي إيه سب سبعة تمام إذا العدد ثمانية وعشرين شو ماله بيقبل القسمة على إيه على كل من العددين أربعة وسبعة طيب شو يعني هذا الحكي إذا بيقبل القسمة عليه يعني إيش يا حبايبي بنسميه إيش عامل للعدد ثمانية وعشرين إذا شو يعني عامل يا حبايبي هي إيش التعريف الأول شو يعني عامل أو قاسم تمام يعني عدد يقبل تمام القسمة عليه كيف يعني عدد يقبل القسمة عليه نأخذ مثال أربعة تقسيم اثنين يلا شو يساوي حبايبي الأربعة تمام شو العدد اللي بضربه في اثنين بعطيني أربعة على طول شو بتقول لي على طول اثنين شو أعطاني حبايبي مدام قبل يقسم عليه الأربعة شو مسمى اثنين عامل لمين للأربعة تمام طيب ستة تقسيم اثنين أبطال قد يلا شو العدد بضربه في اثنين بعطيني ستة راح تقول لي ثلاث ثلاث على طول تمام الحفظ جدول الضرب ولا أسهل منه صح طيب هاي ثلاثة أبطال يلا حبايبي ما دام الستة قبلت تقسم على اثنين اه قبلت هاي طلعت جواب فمعناته شو بنسمي هذا عامل قاسم تمام لمين للستة وصلت يا حبايبي ايش يعني قاسم يعني ايش بنقبل يقسم عليه عدد بيقبل يقسم عليه طيب نيجي نكمل طبعا شو القواسم الاعداد اللي بيقبل هذا العدد القسمة ايه عليها طيب هل يوجد للعدد 28 عوامل اخرى وقواسم هات خلينا نشوف للعدد 28 هل الى ايه قواسم ولا لا يلا امشي معي يا حبايبي خلينا نشوف تاك مينيت طيب هل يوجد لل28 قواسم طبعا السؤال هي ينحذف من فوق هذا هو سؤال ال28 هل يوجد قواسم ايش لل28 هي 28 يعني شو اعداد بيقبل يقسم عليها 28 راح تقول لي ايش 28 تقسيم واحد بظبط يعني شو العدد اللي بضربه في واحد بعطيني ثمانية وعشرين راح تقولي ثمانية وعشرين إذا الواحد زبط طيب ثمانية وعشرين تقسيم اثنين شو بعطيني حبايبي يلا حبايبي شو العدد اللي بضربه في اثنين بعطيني ثمانية وعشرين أو معك ثمانية وعشرين شيكل بدي أوزعه مع اثنين قدرت أعطي كل واحد أربعة عشر صح معناته يعني إيش هذا كمان اثنين قاسم طيب الثلاثة بزبط لا الأربعة بزبط مم. الأربعة بزبط الأربعة تمام والسبعة قلنا بزبط تمام الخمسة لا الستة كمان لا تمام ستة ما بظبط إذا شو عوامل يا حبايبي الواحد والتنين والأربعة والسبعة هذول هن إيه العوامل طيب أكتب جميع عوامل قواسم العدد 12 يلا بدي أكتب العدد 12 شو بقسم يلا هات خلينا نشوف 12 شو يساوي واحد ضرب شو واحد ضرب 12 صح طيب 12 كمان 2 ضرب شو؟ شو العدد اللي بضرب 2 بيعطيني 12؟ راح تقول لي 6 انت حافظ جدول الضرب. طيب كمان يلا 12 شو يساوي؟ 3 ضرب ايش يا حبايبي؟ ضرب شو بضربها ايش؟ بيعطيني 12 3 بضربها في ايش بيعطيني 12 راح تقول لي 3 ضرب ايه في جدول 4 ار 4 يلا هاي كمان واحده 12 شو يساوي حبايبي؟ كمان يلا 5 بالضبط في عدد 5 بقدر اضرب بيعطيني 12 في جدول الخمسه لا اذا شو كمان الست الستة ضرب شو ضرب اثنين طيب كمان يلا اثنى عشر كمان ضرب شو يا حبايبي كمان الستة اخذناها ثلاثة اخذناها طيب اربعة ضرب شو يا حبايبي بعطيني اثنى عشر كمان ضرب ثلاث بعطيني اثنى عشر صح تبديلي وعندي كمان ابطال شو هو؟ اثنى عشر ضرب ايش؟ ضرب شو يا حبايبي ضرب واحد بعطيني اثنى عشر طيب شو العوامل يا حبايبي والقواسم راح تقول لي ايش اول شيء شو عندي الواحد صح مية بالمية شو عندي كمان اثنين مية بالمية كمان ثلاث مية بالمية بعديها حبايبي عندي الستة وعندي ايش الاربعة هاي الاربعة وبعديها الستة واخر شو عندي ايش حبايبي اط طبعا شو يا حبايبي ما تكررهم هاي قال لي دون تكرار يعني ما نكررهم بس مرة واحدة ايه اكتبهم تمام يا أبطال طيب يلا نروح على البعديه طيب الحين بدنا ناخذ إيش؟ تحليل العدد إلى عوامله إيه بنكتب هذا العدد على صورة حاصل ضرب عددين أو أكثر من عوامله طيب كيف يعني؟ الحين بفهمك إياها وبشرح لك إياها ولا أسهل منها؟ يلا نيجي نطلع على إيه؟ على المثال هذا ما تخاف من طريقة الكتاب راح نعطيك طريقة أسهل منها إن شاء الله اللي نطلع كل العوامل. يلا يا ابطال يلا بدي حلل كل واحد من الاعداد الى عواملها من حسب جدول الضرب يا حبايبي يلا واحد ضرب ايش بيعطيني 18 18 راح تقول لي هي اول واحدة طيب شو بعد بعد واحد بحط بحط 2 2 ضرب ايش بيعطيني 18 راح تقول لي ايه تس تسعة طيب تمنتاش ثلاثة ايش بظبط الثلاث ثلاثة ضرب ايش بعطيني تمنتاش يا حبايبي ضرب ستة طيب الاربعة بتعطيني خ- تمنتاش الاربعة ما بتعطيني تمنتاش بظبطش طيب الخمسة بظبط وكمان الخمسة بظبطش طيب الستة بظبط اه الستة بظبط ضارب ايه ضرب ثلاثة بعطيني تمنتاش تمنتاش كمان في عندي بعد الستة في عندي سبعة بظبط لا ثمانية كمان ما بزبط التسعة اه بتزبط ضرب شو ضرب اثنين واخر شي حبايبي بعد التسعة شو عندي العشرة ما بزبطش بضلنا موصلين لل 18 ضرب ايه ضرب واحد شو العوامل حبايبي دون تكرار اكيد يلا الواحد والتنين والثلاث والستة والتسعة والتمنتاش هذول هن عوامل ايه العدد ايه تمنتاش شايفين يا حبايبي بلش واحد اثنين ثلاث بعدها الأربعة ما زبطتش الخمسة ما زبطتش الستة بعدها السبعة والثمانية ما زبطتش التسعة زبطت وآخر شيء وصلت 18 تزبطت طيب بتقول لي هذا ليش صعب لا مش صعب طيب كيف ننبسطه الحين من ولا تخاف بس خلينا نكمل ايه طريقة الكتاب طلع معي على المثال السهل هذا كثير سهل وكثير بسيط، يلا اطلعوا معي. يلا الخمسة وعشرين باجي بدرب شو اول عدد عندي عندي الواحد، واحد بضرب فيش بعطيني خمسة وعشرين اه اللي هي خمسة وعشرين، طيب اثنين خمسة وعشرين شو كمان بعطيني؟ اثنين بضبط تعطيني خمسة وعشرين؟ لا، الثلاث خد جدول الثلاث راجع، لا، الاربعة؟ لا، فليش بنوصل للخام. الخمسة خمسة ضرب إيش بعطيني خمسة وعشرين خمسة ضرب خمسة طيب بعد إيش بعد الخمسة ستة بزبط لا سبعة بزبط لا ثمانية بزبط لا تسعة لا عشرة لا بضلك ماشي لو أنت صار للخمسة وعشرين ضرب إيش ضرب واحد إذا شو هن يا حبايبي إيش عوامل الخمسة وعشرين الواحد والخمسة وإيش والخمسة وعشرين هذول هن عوامل إيه الخمسة وعشرين طيب نشاط أربعة يلا نشاط أربعة لدى سعيد عندك 11 شتلة بندورة بدي يزرعها في صفوف بحيث تحتوي جميع الصفوف على العدد شمالة نفسه كم من طريقة بستطيع سعيد زراعة هاي الشتلات ووضح السبب يعني ايش بدي اقسم ال 11 شتلة على الصفوف تمام يعني شو عوامل ال 11 يا حبايبي يا بتحطهم طلع يا بتحطهم كلهم في صف وتحط فيه 11 شتلة او بتحط يا حبايبي 11 صف في كل واحد ايه شتلة فهمنا؟ طيب صعبة شوي تمام يلا ال واحد ضرب شو بعطيني 11 راح تقول لي واحد ضرب 11 طيب اثنين بزبط عطيني 11 لا ثلاث لا اربعة لا خمسة لا ستة لا سبعة لا ثمانية لا تسعة لا عشرة لا ايش 11 اه بزبط يعطيني 11 طيب كيف يمكنك ترتيب خمس طلاب في صفوف متساوية العدد يلا الخمسة كيف بدي ارتبهم يلا يا حبايبي شو العددين بعطيني بضربهم في بعض بعطوني خمسة اللي هم يا yeah. واحد ضرب خمسة صح يا بتقول لي إيش شو اثنين بعطيني خمسة لا ثلاثة بقدر أعطيني خمسة لا أربعة بقدر يعطيني خمسة لا خمسة آه خمسة ضرب إيش بعطيني خمسة خمسة ضرب واحد وصلت يا حبايبي فكرة الهاي سهلة يعني مش إيش صعب بس يكون حافظ جدول الضرب مية بالمية تمام طيب نروح على اللي بعده طلع يا حبايبي املا الفراغات في الجدول الاتي ثم اجيب عن الاسئله التي تليه طلع يا حبايبي الاعداد التي لها اكثر من عاملين هي اعداد شو مالها يا حبايبي غير ايش اوليه طيب الاعداد اللي لها ايش عاملين فقط هي اعداد شو بنقولها او اوليه شو يعني اولي يعني يا حبايبي العدد الاول ايش بيقبل ايه بيجبل يقسم على عاملين مختلفين شو هم يا حبايبي اللي هو نفسه والوا والواحد طيب يلا نيجي نشوف اثنين يا حبايبي كم العامل لاثنين اثنين اثنين والواحد كيف يعني يعني شو العدين بضربهم بعطيني في بعض اثنين اثنين وواحد شو اللي شو اللي بيقبل يقسم على اثنين راح بس اثنين والواحد يعني كم من عامل عنده عنده اثنين طب الأربعة شو يا حبايب الأربعة يلا الأربعة شو بتقدر تعطيني على الأربعة يلا الأربعة أربعة يلا أربعة ضرب إيش يساوي تمام واحد ضرب إيش ضرب أربعة صح والأربعة شو يساوي اثنين ضرب شو ضرب اثنين والأربعة شو يساوي حبيبي الثلاثة بزبط لا أربعة ضرب واحد في غير لا إذا شو العوامل واحد واثنين وإيش وأربعة إذا هاي واحد وهي اثنين وهي اربعة وكم من عامل عندي واحد اثنين ثلاثة يلا الخمسة باجي بطلع هي الخمسة يلا هي الخمسة خمسة واحد ضرب إيش واحد ضرب خمسة والخمسة شو يساوي اثنين بزبط لا الثلاثة بزبط لا الأربعة بزبط لا الخمسة بزبط الخمسة خمسة ضرب واحد الخمسة إيش اللي هي حبابي بس عاملين اللي هو الواحد والخمسة نكررهم بس واحد وخمسة كم من عامل اثنين يلا التسعة هاي التسعة تمام يلا باجي بطلع التسعة كم من عامل للتسعة باجي بطلع واحد ضرب شو واحد ضرب تسعة طيب تسعة كمان شو تساوي اثنين بزبط اثنين بعطيني تسعة لا طيب الثلاث اه بزبط الثلاث ضرب ثلاث طيب التسعة كمان الأربعة بزبط لا الخمسة بزبط لا الستة لا السبعة لا الثمانية لا التسعة ايش تسعة ضرب واحد اذا شو العوامل واحد ثلاث وتسعة هي واحد وهاي ثلاث وهاي تسعة كم من عامل ثلاث 11 يا حبايبي اخر اشي هاي ال 11 يلا 11 شو يساوي ضرب واحد اثنين بظبط لا ثلاثة لا الاربعة لا الخمسة لا ستة لا سبعة لا ثمانية لا تسعة لا العشرة لا ال 11 الثانية بتزبط اللي هي ايش يا حبايبي واحد ضرب شو 11 و ضرب واحد اللي هي نفس الاشي هاي يا حبايبي شو العاملين ال 11 وال كم من عامل اثنين طيب هذان العاملان هما العدد ايش يا حبايبي أكمل عدد عندهم عاملين يا حبايبي اللي هما تنين وعند الخمسة وعند ال 11 تمام، أكمل عاملين هما إيش يا حبايبي العدد اللي هو إيش واحد والعدد مين؟ نف نفسه، علم العاملين الواحد والعدد شو ماله نفسه تمام. طيب هذا العدد طلعوا العدد اللي بيقبل القسم هي العدد الأول كثير مهم شان عدد اولي يعني يا حبايبي عدد اولي بس بيقبل يقسم على مين على نفسه مثلا اثنين هي اثنين وكمان ايش الواحد هذا اولي اه هذا اولي لا لانه بتقول لي هي في ايش كمان مش بس نفسه والواحد الواحد موجود ونفسه موجود بس اثنين شو مالها زياده بس هو والواحد بس اذا هذا ليس اولي الخمسه هي بس واحد وخمسه صح التسعة يا حبايبي واحد وثلاثة وتسعة إذا لا بزبطش بس اثنين لازم يكون ال ال إحداش هاي إحداش إيش أول لأن بس عند ال والواحد اللي هو نفسه والواحد هو يعني العدد الأول تمام طيب نجي نطلع مع بعض على بعدي. طيب هل عدد 16 ليس عددا اوليا ليش يا ابطال لانه بيقبل يقسم على اثنين طيب نيجي نطلع على نشاط 6 طلعوا معي على نشاط 6 يلا أجد عوامل الاعداد الاتيه العدد 3 يلا 3 شو يساوي ثلاثة ضرب إيش ضرب آسف ببلش من الواحد واحد ضرب شو بعطيني ثلاثة واحد ضرب ثلاثة ثلاثة اثنين بوز بوز اثنين لا ثلاثة بزبط الثلاثة ضرب واحد يعني شو عوامل حبابي الثلاثة والواحد هاي الواحد والثلاث يلا العدد اتناش يلا يا حبايبي أبطال يا حلوين العدد اتناش يلا هي اتناش شو عوامل يا أبطال عدد اتناش يلا حبايب اتناش شو تساوي واحد ضرب اتناش 12 وكمان اتناش 12 تساوي اثنين ضرب شو ضرب ستة واتناش شو تساوي حبايبي ثلاثة ضرب اربعة وكمان يا حبايبي اتناش شو تساوي اربعة ضرب ثلاثة واتناش شو تساوي خمسة بزبط لا الستة بتزبط اه ستة ضرب اثنين 12 شو تساوي حبايبي سبعة ثمانية تسعة تسعة 11 العشرة 12 شو مالها بتزبط لازم نكون حاضرين جدول الضرب زي اسامينا إذا شو العدد يا حبايبي العوامل 12 اللي هي واحد واثنين وثلاث وأربعة وستة 12 هاي واحد واثنين ثلاث وأربعة وستة عشر هاي عوامل إيه العدد 12 طيب العدد 17 يلا حبايبي العدد مين 17 يلا 17 شو يساوي واحد ضرب سبعة عشر بزبط له بزبطش صح اثنين بزبط يعطيني سبعة لا ثلاثة لا أربعة لا خمسة لا ستة لا سبعة لا ثمانية لا تسعة لا عشرة لا 11 لا ولا اثنا عشر ولا ثلاثة عشر ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة عشر يساوي سبعة ضرب واحد إذا يا حبايبي شو العوامل الواحد والسبعة عشر هاي الواحد والسبعة عشر عوامل طيب اثنين وعشرين يلا اثنين وعشرين هاي اثنين وعشرين يلا نشوف اثنين وعشرين من شو جاي بزبط تقول لي واحد ضرب اثنين وعشرين بقول لك صح طيب اثنين وعشرين بزبط احط اثنين اثنين ضرب شو بعطيني اثنين وعشرين ضرب اهدا اهدا طيب والبعدية ثلاث بزبطش اربعة بزبطش خمسة بزبطش ستة بزبطش سبعة بزبطش بظل اثنين وعشرين يسحب معنا لاخر ايش ناخذ اثنين وعشرين ضرب واحد تمام واللي هي كمان دي 11 ضرب 2 بعطيني كمان 22 وعشرين يعني شو عوامل حبابي الواحد و 22 11 هاي الواحد واثنين اثنين وعشرين عوامل ايه اثنين طيب ايه من الاعداد السابقة اعداد اولية مين هم عدد اولي حبايبي شو يعني عدد اولي بس الى عاملين هذا الى عاملين صح اللي هم واحد والثلاث اذا الثلاث هذا إلى عاملين صح الواحد والسبعة عشر إذا السبعة عشر طيب ليش؟ لأنها لا تقبل القسمة إلا على مين؟ على الواحد وعلى نفسها. ما بترضاش تقبل إلا القسمة إلا على مين؟ إلا على الواحد أو على نفسها عشان هيك سميناها إيه؟ أعداد أولية. تمام طيب نأخذ لنا طريقة الحين بسيطة تسهل لنا الإشي هذا كثير سهلة وكثير بسيطة إيه يعني الطريقة مش مش عملية كثير بس إحنا إيه طريقة الغربال نيجي نطلع عليه طلعوا معي يا حبايبي على الإشي يلا طلعوا بدي ايه بدي أي طريقة ايه الغربال عشان ايش احصل الاعداد الاولية طيب بدي اعرف العدد الاول المحصور بين العددين اثنين وخمسين تمام بدي اعرف كم من عدد اولي بين العدد اثنين وخمسين اتبع الخطوات الاتي تمام يلا بنحط دائرة حول الاعداد الاولية ايش هاي اثنين وثلاث وخمسة وسبعة الاربعة اولي لا الستة اولي لا الثمانية اولي لا التسعة هاي ايش حبايبي طيب بشطب كل مضاعفات الاعداد الاولية وضعت حولها دائرة تمام يلا شو مضاعفات يا حبايبي كلها بشطب الثلاثة بتشطبها والستة والأربعة بتشطبها آه والعشرة بنشطبها السبعة ما هو أربعة عشر ما مشطوب تمام الأعداد اللي بظلت دون شطب بتكون أعداد أولية تمام والأعداد الأولية المحصورة بين العدد اثنين وخمسين اللي ظلت دون شطب حبايبي هي شو مضاعفات اثنين اثنين مضاعفاتها أربعة تمام وكمان يا حبايبي الثمانية الستة عشر كما اثنين وثلاثين بالطريقة هاي هذا حبابي شو لا مش مهم تمام ما بدي اياه السؤال هذا هذا السؤال بدي اياه تمام بس احنا ايش يعني استطلع مش راح اجيب استاذ في يعني في امتحان مش اشي مهم طريقة تافهة مش اشي مهم يلا اثنين هاي اثنين المحصورة بين العددين عندي اثنين شو عندي البين اللي عليهم دوائر حبايبي حبايب ضل دون شطب اللي ما نشطبش عليهم بالاعداد هذول الثلاث والخمسة سبعة شو كمان احدى عشر ما بالأحمر احدى عشر عشر سبعة عشر تسعة عشر عشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثين سبعة وثلاثين واحد واربعين تلاتة واربعين سبعة واربعين تمام هاي هي كل الأعداد الأولية اللي بين اثنين والخمسين طبعا ايش مش ويا بدي تحفظها مش اشي مهم بدكش السؤال هذا واشطب عليه وما تدرس عليه ما بلسمش تمام طيب اذا بدنا نراجع يلا حبايبي شو يعني عدد أولي طلعوا معي شو يعني عدد أولي شو يعني عدد أولي أبطال يعني عدد يقبل القسمة على نفسه وعلى ايش؟ وعلى الواحد فقط بس النفس والواحد غير لا ممنوع من عن بات. تمام؟ يعني بس الى ايش؟ الى عاملين هذا هو يعني العدد الاول طيب يلا حبايبي. خلينا نأخذ الحين ايه طيب ليش يا حبايبي الواحد مش عدد أولي لأنه كسر بالقاعدة لأنه يا حبايبي مش بس بيقسم على نفسه وعلى الواحد لأنه هو نفس الواحد فعشان هيك كسر القاعدة تمام العدد الأول شو قلنا بده يقبل على نفسه وعلى الواحد والواحد ما هو نفس الواحد تمام محايد في عملية القسمة طيب وحل كل من الآتي إلى عواملها يلا سؤال واحد سؤال اثنين مع بعض يلا نيجي نطلع على السؤال 1 يا حبايبي ابطال يا حلوين يلا نيجي نطلع عليه لازم يكون معك الدفتر وتكتب يلا 16 هي ألف ال 16 بدي احلل العوامل الاوليه هي 16 يلا يا حبايبي 16 شو يساوي باجي ببلش 1 ضرب شو ببلش الواحد 1 ضرب ايش بيعطيني 16 16 طيب وغير الاشي هذا يلا 16 شو يساوي 2 ضرب ايش يا حبايبي 2 ضرب شو 2 ضرب ايش بعطيني 16 8 بكون حظ جدول الضرب وال16 شو يساوي حبايبي 3 بظبط يعطيني 16 لا ال4 بظبط اه 4 ضرب ايش ضرب 4 طيب كمان ال16 شو يساوي حبايبي ال5 بظبط لا 6 لا بظبط ايش 7 لا بظبط ايش 8 بظبط 8 ضرب 2 كمان ال16 شو تساوي حبايبي تسعة بظبط لا العشرة لا الهداعش لا الهدعش لا. الهدعش لا. الهدعش لا آخر شيء شو بظل عندي 16 ضارب واحد إذا شو عوامل هالأولية و واحد واثنين وأربعة وثمانية 16 هذا شو العوامل الأولية لإيه لأ للستاعش هيها واحد واثنين وأربعة وثمانية وستاعش تمام طيب المية يلا نجي نطلع المية حبايب اللي حافظ جدول الضرب في الدرس الصاد مش راح يفهم من مرة هاي مية يلا شو أول شي بضرب الواحد واحد بضرب بعطيني مية مية أكيد يلا بعديها يلا اثنين مية شو يساوي اثنين ضرب شو اثنين شو بعطيني مية ضرب خمسين كمان مية شو تساوي حبايبي ثلاثة بص بص. أربعة بز أربعة بص ضرب خمسة وعشرين. أو عندي كمان المية شو تساوي حبابي كمان آه. عندي كمان خمسة ضرب عشرين ستة لا سبعة لا ثمانية لا تسعة لا عشرة آه. كمان عندي عشرة المية شو تساوي عشرة ضرب عشرة أو كمان يا حبايبي مية شو تساوي داعش لا اتناش لا عشر لا عشر لا عشر لا عشر لا عشر لا 18 لا 16 لا عشرين آه عشرين ضرب خمسة والمية يساوي خمسة وعشرين ضرب أربعة والمية تساوي خمسين ضرب اتنين والمية شو تساوي حبايبي اللي هي مية ضرب ايه ضرب واحد طب صعبة علي بتقول لي الطريقة هاي طيب بدي أعطيك طريقة أحسن بس هي مش ميعادها شو الطريقة أحسن؟ طريقة القسمة المتكررة كيف يعني؟ طلع معي ساك من النهار بدي شي الطريقة هاي غبية هاي مية باجي بطلع يا حبايبي أول عدد شو هو؟ صفر، شو بقسم على اثنين؟ يلا مية تقسيم اثنين بتقولي مع مية شيكل وزع على اثنين، قد بعطي كل واحد؟ خمسين، يلا خمسين كمان مرة بقسمها على اثنين، خمسين يلا اثنين قد بعطيني؟ خمسة وعشرين، ضل باجي بطلع العدد خمسة، شو بقسم يا حبايبي؟ خمسة. مش دايما على اثنين، إذا كان صفر بقسم على اثنين، ده بقى خمسة على خمسة، خمسة وعشرين بقسم على خمسة، خمسة والخمسة عشان في خمسة بقسم على خمسة, بقسم على خمسة بعطيني إيش؟ واحد، تمام هاي حبايبي عوامل ايه المية يلا شو عوامل المية طلع مية خمسين خمسة وعشرين خمسة وعندي حبايبي اثنين تمام هاي هم عوامل مية مية خمسين خمسة وعشرين خمسة وما دام اثنين واثنين في عندي أربعة كمان وعندي آخر شيء الواحد هاي عوامل ايه المية طيب بدي احدد العدد الاولي سؤال اثنين بدي احدد العدد الاولي موضحا السبب يلا العشرة بدي احدد هل هو اولي ولا مش اولي العشرة باجي بطلع عليه هاي عشرة يلا العشرة شو يساوي واحد ضرب خمسة آسف واحد ضرب عشرة والعشرة شو تساوي اثنين ضرب شو خمسة مدام في عندي اكثر من عامل فمعناته ايش ليس اول اذا هذا خطأ عشر شفناه هذا اول ما نكون حافظين تسعة واربعين لا ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين شو مالي جرب ثلاثة وعشرين شو يساوي واحد ضرب ثلاثة وعشرين غيره لا اثنين مش راح يزبط ثلاثة مش راح يزبط أربعة مش راح يزبط راح لك ماشي شو يساوي ثلاثة وعشرين ضرب واحد هاي الثلاثة وعشرين هاي الواحد بس إلى عاملين إذا هذا شو صحيح هذا عدد أولي وهذا إيه عدد أولي تمام ليش عدد أولي لأنه بس إلى إيش عاملين بقسم عليهم طيب تمام هاللي بعده إذا على سؤال ثلاث وأربعة. طيب، اكتب مثالا على صحة العبارة الآتية: باستثناء العدد الأول اثنين فإن جميع الأعداد الأولية تتكون من مجموع عددين أحدهما فردي والآخر زوجي هل هذا الحكي صحيح؟ طيب يلا ولا كل الأعداد الأولية من مجموع عددين لازم واحد فردي والثاني زوجي هات خلينا نشوف الخمسة مثلا مش عدد أول الخمسة آه يلا شو من الخمسة اثنين زائد شو يا حبابي بعطيني يلا اثنين زائد شو زائد ثلاث اثنين شو مالي حبايبي ايش زوجي والثلاث فردي صح ولا لا؟ طيب ناخذ كمان مثال السبعة مش عدد أولي؟ يلا شو الأعداد الأولية السبعة يا حبايبي؟ يلا شو يساوي؟ اثنين زائد شو؟ زائد خمسة، طب واحد بيقول لي إيش؟ السبعة كمان تساوي ثلاثة زائد أربعة، بقول لك هذا زوجي وهذا فردي وهذا فردي وهذا زوجي، لازم واحد منهم يكون فردي وهذا واحد يكون فرد- زوجي. تمام هذا هو إيش؟ سؤال ثلاث مش مهم سؤال ثلاث يا حبايبي. طيب سؤال أربعة. أي من العبارات الآتية أي من الآتي يعتبر عدد أولي عدد ألوان الطيف يا حبايبي اللي هي سبعة هل هي أو عدد أولي السبعة؟ نعم أصابع الإيد يا حبايبي خمسة هل إيش يا حبايبي؟ إيه؟ كمان صح عدد ساعات اليوم أربعة وعشرين إذا هذا لا الأربعة وعشرين بقسم على اثنين عدد إخوة سيدنا يوسف اللي هم قد إيه يا حبايبي؟ أظني 11 11 اخو تمام اللي هم يا حبايبي اه هذا عدد اولي اذا ما خاف ايش عدد اخوات سيدنا يوسف ونصلى على سيدنا يوسف 11 تمام بالطريقة هاي طيب اخر اشي يا ابطال بدي اياك تحفظ الاعداد الاولية وتريح راسك شو الاعداد الاولية بدنا نحفظهم هاي الاعداد الاولية حفظ شو هم يا حبايبي التنين والثلاث والخمسة والسبعة والاحد عشر والتلات هذول هم اعداد اولية لحد هانا والتسعة تمام وبظلها مكمل طبعا في اكثر من هيك شو بدي اياك تحفظ؟ بدي اياك تحفظ هون تمام هذول هن الاعداد الاولية هذول حفظ زي اسامينا اثنين اولي والثلاثة اولي والخمسة والسبعة تمام للدرس القادم سهل الدرس صار بس يمكن عشان الإشي جديد تكونوا مستصعبين عليه شوي زمان صرنا غايبين بالطريقة هاي طيب افكر العدد خمسة وثلاثين هو حاصل عدد ضرب عددين هما يلا حبايبي الخمسة وثلاثين حاصل ضرب شو؟ حاصل ضرب سبعة ضرب خمسة صح وخمسة ضرب سبعة او خمسة وثلاثين ضرب واحد يا حبايبي او واحد ضرب خمسة وثلاثين هل هناك اكثر من اجابة؟ طبعا حافظ جدول الضرب راح يكون الاشي عليه سهل بالطريقه هاي طيب هيك يا حبايبي خلصنا ايه الدرس الاول والثاني ايش الدرس الثاني هو المهم مش الدرس الاول الدرس الاول يا حبايبي شو بس بدنا نعرف بدنا نعرف اشي ايش اسمه اسمه العدد الاول شو يعني عدد اول يا حبايبي يعني عدد بيقبل القسمه على ايه على نفسه وعلى الايه الواحد تمام شو يعني عامل اللي ايش العدد بيقبل القسمه عليه هذا هو كلياته بالطريقة هاي كل درسنا بالكلمتين هذول شو يعني عدد أولي شو يعني قاسم أو عامل عدد الأولي بس إشي بيقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد والقاسم يا حبايبي أي عدد يقبل يقسم عليه تمام بالطريقة هاي طيب يا حبايبي شو الأعداد الأولية اللي نكون حافظينهم اللي هي التنين والثلاث والإيه والخمسة والسبعة والإحداش عشر أو نكون حاضرينهم لحد ال11 زيادة تمام بالطريقة هاي ما تخافوا يعني راح نأخذ مراجعة راح نعيدها مرتين ثلاث ما تخافوا شوفكم إن شاء الله في درس قادم يا أبطال يا حلوين إلى اللقاء